السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون انت شغال على جهاز ويطلب منك حاجة معينة وانت مش مسطب الحاجة ديت، ممكن تكون مثلا حاجة تكتبها وورد او باور بوينت او فالموقع ده بيديك مجموعة كبيرة جدا من البرامج المجانية الاوبن سورس اللي تقدر تشتغل عليها بدون ما يكون محتاج ان انت تسطب حاجة على الجهاز. ممكن الجهاز بتاعك بتاع الشركة فمش مسموح ان انت تسطب حاجة، فممكن مثلا تشغل فيديو مثلا او ان انت تقعد تكتب حاجة. خلينا مثلا نفتح اللايبرري اوفيس، وده بديل تام عن المايكروسوفت اوفيس، فمش محتاج ان انت تشتريه، مجرد ان انت تدوس عليه بيبدأ يفتح البرنامج وتقدر تكتب وتسيف وتفتح ملف موجود عندك على الكمبيوتر، وكل اللي انت عايزه تقدر ان انت تعمله. مثلا برنامج انسكيب ده برضه من البرامج المحترمة قوي اللي تقدر تعمل عليها تصميمات جرافيكس. طيب ممكن تقول له بقى انا عايز مثلا الوورد او الاكسل، فيفتح معاك بالشكل دوت وتقول له اوكي وتبدأ تكتب اللي انت عايزه، وتقدر ان انت تسيف الملف دوت وتعدل ده الفورمات ستايل تيبل، كل الحاجات اللي انت عايز تعملها كل ده تقدر تعمله من غير ما تسطب اي حاجة على الجهاز بتاعك، شغال عادي خالص زي ما انت شايف. ده مثلا برنامج لاندسكيب تقدر ترسم رسومات حلوة قوي ومش محتاج ان انت تعمل اي حاجة خالص، تسطب اي حاجة او صلاحيات للتسطيب او الحاجات دي كلها. كل دي برامج اونلاين تقدر تشتغل عليها بكل سهولة وتعمل تصميماتك الممتازة ان شاء الله بكل سهولة.